يعني ما كانش ينفع تبقى بتلعب في النادي الاهلي وانت مش اهلاوي. ايوه الانتماء والحب. انت لازم تبقى اهلاوي زي الجمهور اللي قاعد في المدرج ده بالظبط. دلوقتي انت النهارده اهلاوي، بكره زملكاوي، ترسناوي، اسماعيلاوي، محلاوي، على حسب العقد اللي يجي لك هتروح. فما فيش انتماء للفانيلا دلوقتي، انتماء للفانيلا اللي انت لابسها. ايوه. انما انتماء دائم بحيث انه يبقى يعني جزء من شخصيتك. لا مفيش كلام ده يعني. طب ايه اللي اختلف؟ ايه اللي اختلف دلوقتي عن زمان؟ محاط بتتكلم عن الحب والولاء والانتماء، اللي اختلف ايه؟ دورة الزمن بقى. دورة الزمن وتغير الظروف. انا ما بقولش ان زمان احسن ولا اوحش. يعني ما هو زمان في ايام الهواية كان في برضو ادارة سيئة. وكان في اندية بترتكب مخالفات سلوكية مع اللاعبين. انما دلوقتي في كويس وفي الوحش. أيوة. على حسب السيستم اللي موجود. السيستم اللي موجود هو دلوقتي كده. هو دلوقتي اللي ماشي كده. فاحنا عشان كده هتلاقي النادي الاهلي بالاحترافيه بتاعه النهارده هو بنفس الاسس والمبادئ. أيوة. بتاعه الهوايه زمان. أيوة. هي هي. فرق ان دلوقتي بس في احترافيه وفي ثواب وعقاب. وفي لائحه وفي احترام للقواعد اللي موجوده وفي شعار وفي انتماء. أيوة. وفي اساسا انت ما تنفعش تلعب في النادي الاهلي وانت مش اهلاوي حقيقي. يعني لازم الحب والولاء. انما انت ممكن تلعب في سوري يعني في اي نادي تاني وانت مش منتمي ليه. طب وحضرتك بتتكلم دلوقتي لفت نظري طبعا، حضرتك بتتكلم عن مبادئ النادي الاهلي. حضرتك ما شاء الله من رموز النادي الاهلي، عاصرت جيلين كبار، الجيل الكبير اللي حضرتك يعني تفضلت وقلت اسمائهم، وجيل التلامذه. حضرتك ما شاء الله في مجال الصحافه والاعلام الرياضي فترات طويله. طب ما تقول لنا مبادئ النادي الاهلي، يعني مواقف حصلت للكابتن عصام عبد المنعم شافها وعاصرها وعاشها علشان نقول للاجيال الجايه مبادئ النادي الاهلي. يعني هو مبادئ النادي الاهلي لما تكون مثلا انت علشان المنافس بتاعك، انا مش هقول الاسماء يعني، ماشي، لما يكون المنافس بتاعك هيستفيد من ان انت تكسب فرقه مثلا وانت عايز تضره بقى فما تكسبش. النادي الاهلي ما عملش كده، ان انا افوت مباراه علشان اضر المنافس بتاعي ابدا. يعني هي المساله الـ يعني المبادئ اللي قالوا لنا عليها زمان احنا ما عصرناهوش، مبادئ مختار التتش. يعني هي مساله انه الرياضه بتسمو بالاخلاق فعلا. وانه اللي يعني الرياضه تربيه للنشء وتربيه للانسان عشان يبقى انسان قويم. علشان كده نادر، انا مش عايز ابقى متعصب قوي يعني، نادر لما تلاقي لعيب من النادي الاهلي فاشل في حياته العمليه. دايما لعيبه النادي الاهلي بتضرب النموذج والمثل في كل حاجه. هتلاقيه ناجح في كل حاجه. وهتلاقيه بيربي عياله كويس. وهتلاقيه بيعامل مراته كويس. يعني هتلاقيه فعلا هو مش بيمثل نفسه، ده بيمثل النادي الاهلي. هو حصيله التربيه. هو اللي بيعمله ده حصيله القدوه اللي هو سمعها يعني وعاشها جوه النادي الاهلي. وحضرتك بتتكلم عن الجيل، على فكره مش الاهلي بس، الاهلاويه كمان كده. ايوه الاهلاويه اللي بيشجعوا الاهلي كده، عايزين النجاح، هم عايزين المكسب، عايزين دايما يبقوا رقم كام، وعندهم رقم نفس واحد. المبادئ وعندهم نفس المبادئ بتاعه النادي الاهلي، وعايزين دايما النادي الاهلي رقم واحد. ما هو انت يعني مش هتشجع نادي مش لايق عليك. صح، بتطبع بطباعه. لازم يبقى لايق عليك يعني. حقيقة. وحضرتك بتقولي الاسماء العظيمه بتاعت الجيل الكبار. في الزمالك كان الاسماء مين؟ في الاسماعيلي كانت الاسماء مين؟ وعايزين نعرف برضو العلاقه كانت ما بينكم ايه؟ ما بين الاهلي ونجوم الزمالك ونجوم الاسماعيلي. لا هو الحقيقه العلاقه كانت كويسه جدا. والترسانه طبعا. كل الانديه دي، لانه كان احنا في فترات كتير قوي، احنا يعني جيلنا عاش فترات حروب كتيره، 56 و67 و73، وكانت الكره بتقف قد اكتر ما تشتغل حقيقه. فالكره كانت بتقف، كان بيبقى في معسكرات يعني. الاتحاد كان بيعمل معسكرات ويجيب، فكان دايما ويعمل بطولات وديه فكان في نوع من التقارب بين اللاعبين. وما كانش فيه الخناقه، ما كانتش على فلوس كتير. فما كانتش الخناقه حاميه قوي يعني، فكان المكسب والخساره معنوي اكتر منه مادي.
يعني كانت حياه اسريه الحقيقه، وكنا نعرف اخوات بعض، ويعني كانت المساله ما فيش فيها العصبيه الشديده دي. اه